من ضمن الأسئلة سؤال ومجرد نفسي ألاقي حل، ليه المدرس بيشرح ل40 أو 30 طالب مش بيفهم في الحصة بتاعة المدرس وحكومة ومجاني وولي الأمر بيشتكي وخراب بيته، وبينما في السنتر بيقعد مع عدد تقريبا 5 أو 6 وست مرات من ده، وبيكون في حوارات ودوشة وصوت، وبيدفع ثمن السنتر والحصة والرحلة والحفلة، والمدرس أصلا مش مدرس ولا متخصص، وبيقول هنا حلو أنا بفهم، ممكن حد يعالي النقطة دي ويشرح لي؟ وده لان في كتير جدا من المدرسين للاسف مش بيشرحوا في المدرسه بنفس شرح السنتر، فده بيعمل فرق. في ايضا استعداد الطالب النفسي، وده مهم جدا ان الطالب نفسه وهو حاضر في المدرسه معتمد على الدرس، فهو عنده وجهه نظر مسبقه كده ان انا مهما هعمل مش هاخد حاجه مفيده في السنتر في المدرسه، فبيروح للسنتر. في احيانا بعض المدرسين مرتباتهم مش افضل حاجه، فبيكون طبعا ادائهم مش كويس في الفصل، فدي من ضمن الحاجات. طبعا بيطلع كل طاقته في السنتر، فبيوفر مجهوده اللي كان، ودي ظاهرة اسمها كان في مدرسة خاصة كان في مدرس وكان في تعليم، فدي من ضمن الحاجات. وكمان في كمان الطالب بيبقى برايح السنتر مش مجبر على حاجة، هو اللي مختار المدرس، فده بيشرح له بمزاجه وهو بيستوعب اكتر، فده بيكون بالنسبة له واضح، وساعات بيروح بلبس البيت فتكون الدنيا بالنسبة له واضحة.